المتعة والتشويق في صيف 2021، لكن في ظل جائحة كورونا المرجو من جميع اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية من أجل الحد من انتشار كوفيد 19، وذلك باتباع كل التدابير الوقائية والاحترازية التي توصي بها وزارة الصحة ووزارة الداخلية مشكورتين. كما أتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة محمد السادس تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة الحسناء في إطار عملية شواطئ نظيفة لنجعل شواطئنا تبتسم. وأيضا الشعار الذي تم تصديره هذه السنة من طرف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، هاشتاج حرب البلاستيك، الغاية لضرورة توعية المواطنين والمواطنات وجميع بطبيعة الحال المصطافين بأهمية وخطورة البلاستيك في البحار، لأن كما تقول الإحصائيات العالمية غدا من الممكن أن يصبح البلاستيك أكثر من الثروة السمكية، وذلك لمضاره والسموم التي قد تنتقل للأسماك وأيضا للإنسان من خلال سلسلة التغذية، وأيضا بطبيعة الحال من أجل سلامة الجميع. أقول لكم عيشوا أجواء الصيف مع أخذ الحيطة والحذر، والعمل بكل جدية على نظافة شواطئ المملكة المغربية لأن ترقى إلى الشواطئ العالمية. الجميل جدا هو أن شاطئ الدياب المبتد هذه السنة حصل على اللواء الأزرق من خلال توفير تجهيزات وأيضا مجموعة من التجهيزات، أيضا بروتوكول صحي، مدخل الممر خاص بالدخول وممر خاص بالخروج، مجموعة من الإجراءات. ودائما في ظل الأنشطة التي توازي عملية شواطئ نظيفة من أجل إثارة انتباه المصطافين وتحسيسهم بضرورة الحفاظ على نظافة هذا الشاطئ الجميل. فتحية خاصة بطبيعة الحال لكل المنظمين السائرين على إنجاح عملية شواطئ نظيفة، ولكل السلطات المحلية التي تعمل جاهدة على تنزيل برنامج عملية شواطئ نظيفة لنلقى إلى الحدث حدث لنجعل شواطئنا تبتسم. بعد قليل سألتقي وإياكم مع حفل توزيع الجوائز على كل المشاركين في الملتقى الجهوي الرابع الخاص برياضة ألعاب القوى بطبيعة الحال للأطفال هنا بالشاطئ مدام شوال تحت إشراف الأستاذ عز الدين فارسي، مدرب وخبير دولي في رياضة ألعاب القوى وبطل سابق بطبيعة الحال في ألعاب القوى، إلى جانب تلة من المؤطرين المرموقين في رياضة ألعاب القوى ورياضات أخرى. فشكرا جزيلا على التغطية الصحفية للصفحة الرسمية للجالية التي واكبت هذا الحدث منذ البداية، فشكرا جزيلا على الاهتمام وأيضا على النقل المباشر لأطوار هذا الحدث هنا من مدام شوال من أجل جميع المغاربة لنعيش هذا الصيف إن شاء الله في ظل جائحة كورونا مع اتباع جميع التدابير الوقائية والاحترازية لنجعل الشواطئ تبتسم. شكرا جزيلا. ويشرف على هذا كل منا بطبيعة الحال الأستاذ بخار بوشا، مشعيب النوني وعز الدين فارسي. سنة سهرة الله يخليكم على الضيوف الشرف بطبيعة الحال الأستاذ عز الدين الأستاذ بخار وأيضا الأستاذ النوني، وجوه بطبيعة الحال رياضية معروفة. أطلب هشام أكلاس. هشام أجلس وصورة تذكارية أطلب خالد عيتي. أستاذ خالد كل واحد علق بيده صورة تذكارية. خالد عيتي عضو أكاديمية كيدز أتليتيك، هنيئا. الشكر موصول بطبيعة الحال السي محمد ميساوي عن بطبيعة الحال موقع الجالية، مشكور بطبيعة الحال على المواكبة والتغطية الجالية نيوز بطبيعة الحال، وتحية لمغاربة العالم أينما كانوا كل المغاربة، تحية خاصة لكم في كل بقاع العالم. صورة تذكارية بطبيعة الحال السي محمد مشكور. وأطلب محمد ضعيف في بوشة
محمد ضعيف عضو أكاديمية كيتس أتليتيك، هنيئا. أطلب يوسف كاس. أطلب سي محمد ميهان. أول سي ميهان. بغيتكم تشوفوا بحرارة على هذا الشخص هذا، لأن كاين كرسي كبير في منطقة عرفة، تنقيب على الوليدات والتحفيظ ديالهم. يعني أنس ميهان شكرا بزاف، تستاهل كل خير أخويا. دينار محمد. وي وي. دينار محمد. أحد العضو في نادي البلد البيضاوي. عبد الرحمن وسيم. السيد عبد الرحمن وسيم طبعا. النادي البلدي البيضاوي. مهدي محمد عادل. ايضا الشركه في التحضير في ورشات العاب القوى الخاصه بالاطفال. يعني انا سي مهدي احد اطر قريه ترشيد مرسى مارون، فريق الذي احتل الرتبه الرابعه. اجي هنا قدامنا، اجي هنا ودي اجي هنا الاسره التذكاريه. ورد عليكم كل فريق يجيو مع الحكام اللي كانوا معاه. إذا كل فريق بطبيعة الحال يطلع يسعد للمنصة رفقة الحكمين المرافقين في تأطير الورشة. مزيان. هذه حالفة ما تمشي مع مع. صفقوا بحرارة على الأصدقاء ديالكم اللي حسنوا الرتبة الرابعة. فائز بالمرتبة الثالثة يشرف على توزيع الميداليات والجوائز والشوائد التقديرية. الاستاذ بوشتى بخار بطبيعه الحال مفتش ماده التربيه البدنيه، الى جانبه الاستاذ عز الدين الفارسي خبير دولي وحكم دولي في رياضه العاب القوى للاطفال. تفضل استاذ. وصوره تذكاريه بالمرتبه الثانيه. الفريق الذي احتل الرتبة الثانية هنيئا. واحد 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 إذا صورة تذكارية رفقة الإطار الوطني. بين أو ببعيد. شريفة سي بوشتى عطي لهاد الأم هادي ديال هاد الوليدات اللي جاو من الكيمونة. تفضلي سيدتي. خذي هاد التذكار هذا ديال سفير البيئة. وصورة تذكارية لمامو تبتتي الأمهات اليوم، فخاصك تكوني سفيرة البيئة وتخاف ديال البيئة وتكوني إن شاء الله تعالى سفيرة ديال البيئة. شكرا جزيلا سيدتي على المتابعه والمشاركه ديال الابناء ديال التظاهره الرياضيه الخاصه بالشواطئ النظيفه وعمليه الشواطئ النظيفه. صوره تذكاريه نقطه الابطال الصغار والصغيرات.